لكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج باربي لليوم. اليوم حلقتنا راح تكون عن يوم مهم ومميز بحياة أغلب الفتيات، وممكن أنه نشوف بعض البنات يتحضروا لأيام وأسابيع وحتى أشهر حتى يكونوا مميزين بهذا اليوم. موضوع حلقتنا اليوم راح يكون عن يوم التخرج، وشو ممكن أنه الفتاة تحضر تهيئ نفسها لهذه المناسبة حتى تبقى هذا اليوم ذكرى حلوة، والصور أكيد الكل يكونوا فرحانين بها، واختيار الملابس وتكون هي أنه أحلى أيام حياتهم راح تخلص توج بهذا اليوم. اليوم حلقتنا راح نشوف كل التفاصيل بيها اللي ممكن أنه الفتاة تسويها، مو شرط أنه كلهم، ممكن أنه تسوي الشغلات اللي هي محتاجتهم. خليكم ويانا نشوف حلقتنا. أول خطوة ممكن أنه تسويها الفتاة تحضيراً لهذا اليوم ولهذه المناسبة هي الحمام المغربي. ممكن أنه تسويها قبل يوم أو قبل كم يوم حتى. خلي نشوف فقرة الحمام المغربي وشنو تفاصيلها.
مشاهدينا، الخطوة الثانية اللي ممكن تسويها الفتاة كتحضير لهذا اليوم، خصوصا بعد الحمام المغربي وبعد ما تقشرت الخلايا الميتة وجسمها مسترخي ومستعد يستقبل أي شيء، خصوصا للبنات اللي يعانون من ترهلات بسيطة أو سليولت خفيف، ممكن أنه يسوون تقنية الأروشة اللي راح نشوف تفاصيلها بهذا التقرير. ممكن أنه تهيئ لجسمهم حتى يستمتعون بجسم مجدود خلال هذا اليوم. مرحبا، وياكم دلال من مركز باربي قسم تكسير الدهون وشد الجسم. طبعا اليوم موضوعنا عن شد الجسم. شد الجسم من أصعب العمليات اللي مركزنا وحتى جراحية، يعني عامة شد الجسم غالبا ما يلتجئ إلى جراحي أكثر مما كتكنيك، لأنه أغلبية الناس اللي تسوي رجيم أو تتبع فد دايت أو شفط الدهون حتى، كلها أشياء يسوونها سريعة، كل شيء نزول سريع بالوزن رح يسبب لي ترهل. الترهل كلش صعب بالنسبة للهدم، أنه أني أهدم وأشد بنفس الوقت هذا أفضل بهواية على أنه أني أهدم فقط. أغلب الناس اللي يسوون دايت بالبيت، أغلبهم يعني يسوون فد رجيم قاسي بالبيت وينزلون وزن عليه، بس ما يعرفون خطر هذا الموضوع. خطر هذا الموضوع رح يسبب لي ترهلات هواية بالجسم كله بدون رياضة، لطالما أني دا أفرغ فد كمية من الدهون من الجسم بدون رياضة، هذا الشيء رح يسبب لي ترهل، لأنه فد الجلد فد شيء مليان وأني فرغته تفريغ سريع. هذا الشيء رح أوكي تروح الدهون رح أنزل وزن، بس هيجي فتت بموضوع شد، والموضوع شد كلش صعب. فأفضل طريقة للناس اللي ما تحب تلجأ لا لجلسات ولا لعمليات إنه يسوون الدايت ويا الرياضة، فهذا الشيء كلش رح يسهل عليهم الموضوع ويشد الجسم، يعني أهدم وأشد، هذا الشيء كلش ممتاز لأي جسم. فاليوم من الأشياء اللي تشد الجسم وتساعد بموضوع شد الجسم راح نحكي عن تقنية الأروشة. الأروشة هي تقنية باندج إذا ريد نسميها. الباندج راح يكون مخلوط بيه عدة مواد، طبعا ويا عدة معالجات، ويا فد مادة على الجسم، ويا فد بيلينج قبل العملية. هذه الأروشة هي باندج ينلف على الجسم ضمن تكنيك معين، طبعا هسه راح تشوفوه ويانا كلياته راح نسويه. هذا التكنيك أولا ينطيني شد للجسم، تحفيز للكولاجين، يشد لي الترهل اللي توه بادي مو اللي وصل مرحلة. فهاي الأروشة راح تساعدني أيضا قلنا بشد الترهلات، أيضا موضوع التشققات اللي هي تكون الخطوط البيضة، هاي كل شهواية هم الناس تعاني منها. الأروشة تساعدني موضوع إخفائها وتنطيني نظارة للبشرة بحيث تنخفي هاي الخطوط. تكنيك الأروشة يساعدني تخلص الجسم من السموم، لأنه هي المواد كلش لطيفة وبها عطر عطرية، وهم يعني الجلسة تكون للحالة النفسية كلش حلوة ولطيفة، لأنه راح تكون أكو فد جو هادئ، فد مواد عطرية، فد تكنيك لف باندج على الجسم لطيف بطريقة حلوة. مكملين وياكم تقنية الأروشة لشد الجسم. طبعا حضرنا المواد مثل ما تشوفون، الأروشة تحتاج إلى درجة حرارة عالية، طبعا نخليها فد مي دافية حتى تتجهز المواد اللي داخل الكيس اللي بيه أصلا الباندج وبيه المواد مالت الشد. حضرنا المادة العلاجية اللي راح نخليها مباشرة على الجسم ورا البيلينج طبعا، اللي هو تقشير طبيعي حتى الجسم يتخلص من كل الجلد الموجود على البشرة، حتى يكون الوصول المادة للطبقات الجلد أسرع وأسهل. طبعا كملنا مرحلة التقشير الجسم طبعا الأحماض اللي موجودة هي أصلا للأروشة، وكملنا أيضا وضع المادة المركزة مباشرة على الجسم. مثل ما تشوفون وصلنا مرحلة الباندج ولفينا على المنطقة اللي نريد نعالجها بالشد. فالباندج هذا راح يبقى عليها ساعة، اوكي ورا الساعة يستحسن انه هي اليوم ما تغسله، يبقى على الجسم لان المادة تظل مفعولها على الجسم لطالما هي موجودة. فنفضل انه ورا 24 ساعة يلا تغسلها او تاخذ استحمام.
مثل ما تشوفون المادة غطيناها، البانديج لفيناه، والمواد اللي اصلا كانت موجودة بالكيس خليناها على المنطقة. هسه لازم ندفي ونغلف البانديج اللي موجود عندنا مثل ما تشوفون، لفيناه طبعا بكيس نايلون حتى تحفظ لي المادة انه تطلع للفرش، وايضا حتى تتعرق ويا الجسم حتى تاخذ الجسم ياخذ التركيز المضبوط للمواد. طبعا بقت المادة على الجسم ساعة كاملة. هسه صارت مرحلة انه نشيل البانديج، بانديج القروشة اللي بيه المواد اللي احنا لفيناها. طبعا بعد ما نلف البانديج ونكمل اللف راح نسوي مساج بسيط، مساج بسيط للمنطقة طبعا اكيد بالمواد اللي باقية من الزيوت مالت القروشة، ونقدر نستعيد ايضا زيوت اخرى نستعين بها. طبعا المساج راح يكون بطريقة الشد اللي هو الرفع مباشرة للجلد، يعني مو اي مساج عادي، لازم يكون مساج للشد. هذا الشيء اولا راح يدخلي المواد اكثر داخل البشرة، وهم انه يساعدني بتحفيز الجسم انه يتقبل المادة اللي اني سويتها. والطريقة اللي احنا سويناها طبعا مثل ما ذكرنا هي هاي القروشة للشد الجسم اثناء الرياضة والمناطق المترهلة شيء بسيط. وإذا صارت عندنا فتح حالات إنه ترهل كبير، نحاول قدر الإمكان أيضا نسوي لفة تكنيك معين، نحاول بالأجهزة، بس نتمنى ما نوصل إلى مرحلة الترهل اللي كلش كبير إلى عمليات جراحية. نتمنى تكونوا استفاديتوا من هاي الحلقة ويانا، وأيضا استفاديتوا من تقنية القروشة وطريقتها، وحتى تكونون على علم مبين بكل شيء ممكن نسويه لشد الجسم. أهم شيء بالتحضير لأي مناسبة هي البشرة تكون نقية وتكون صحية ومهيئة. أكيد مناسبة حتخلي ميكاب يكون ميكاب مناسبة مختلف عن أي ميكاب تستخدمه هي، فلازم تكون البشرة مهيئة. الخطوة الجاية اللي راح تسويها المودوليانا هي تنظيف وتقشير البشرة، يكون تقشير سطحي مو تقشير عميق بحيث ما تتأثر البشرة، حتى تكون مهيئة وتكون نظرة وصحية. خلينا نشوف التقرير. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. Hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Sorry, yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry?
بعد ما قشرنا البشرة وهيئناها رح نستخدم لها حقن الميزوثيرابي اللي هو عبارة عن فيتامينز وأحماض أمينية تغذي للبشرة وتعطيها نضارة وبريق ولمعة حلوة تكون بالمناسبة. خلينا نشوف التقرير ونشوف شون يكون حقن الميزوثيرابي. مرحبا بكم برنامج باربي. اليوم وياكم أخصائية الحقن والتقشير نيفين. اليوم رح نشرح على الحقن للنظارة. طبعا هواي أنواع عندنا من حقن النظارة، عندنا الميزوثيرابي، عندنا الستيم سيل، عندنا الميزوليفت والكافيار، وأكو هم أيضا حقن الجلايكوبيل وتقشيراته تفيدنا على متطي نظارة. اليوم احنا راح نشرح عن الميزوثيرابي. الميزوثيرابي هواية بأنواع، بس راح يعني نرخص اليوم على النظارة، وبالحلقات الجاية راح نشرح على أنواعها. اللي تقدر تسوي أي بنية عندها مناسبة تخرج أو قبلها ممكن تستخدم حقن النظارة، واللي تريد تحافظ على بشرتها، على شباب البشرة، على نظارة البشرة، تحافظ عليها من الشيخوخة المبكرة تقدر تستخدم الحقن النظارة. تقدر تسوي كل أسبوع وتقدر تستمر بالجلسات، أما عدد الجلسات فحسب طبيعة البشرة واستجابتها للمادة وحسب احتياج البشرة، بشرة عن بشرة تفرق. اليوم راح أسوي لها عن الميزوثيرابي النظارة. راح يكون عندنا مجرد حقن بسيط وأبد مو مؤلم. هسه راح أبدي أحقن وجهها بمادة الميزوثيرابي اللي هو عبارة عن فيتامين ونسبة قليلة من الهيرونيك أسيد ومعادن. What do you mean? Oh, 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 when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? هسه احنا كملنا حقن الميزوثيرابي للنظارة. نقدر نستخدمه مثل ما قلنا كل اسبوع جلسة اللي يريدون نظارة ويحافظون على بشرتهم. شكرا لكم وانتظرونا بحلقات قادمة.
أكيد مهم جدا أنه بهيج يوم بهيج مناسبة المفروض نهتم بالأظافر والأيدين بصورة عامة ونرتبهم وتكون لهم عناية خاصة لهذا اليوم. خلينا نشوف بالتقرير إيش راح يسوينا للموديل وإيش راح يسوون للأظافر. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم من مركز باربي للتجميل، معكم ميشا. اليوم عنا موضوع إنه المدام اللي معي عندها مناسبة بدها تسوي أظافرة وتعتني فيهم، وبدها نشتغل على ضفيرة إلها هي، يعني ما لح نركب لا ضفير اصطناعي ولا لح نعمل شيء بخصوص المناسبة. بقى لح نفرجيكم كيف لازم يكون الاهتمام بالضفر نفسه كيف بتقدر الست حتى لو ما ركبت ضفر انه بتقدر تروح بضفيرة هي على اي مناسبة عندها اياها، كان سهرة ولا عرس ولا اي شيء تاني. رح نبدأ بالشغل ورح نفرجيكم كيف. هلأ بما انه هي عندها ضفيرة تعبانين شوي ومنهم متنسقين كل واحد طول شكل، رح نجرب اللي شوي طويل اكتر من غيرهم قص منه. What do you mean? Yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. من بعد ما خلصنا عملية البرد والتنعيم للضفر يصير ناعم جدا، بدنا ننقع الإيد بشوي مي حار لنشتغل بتنظيف الضفر، بتنظيف دير مدار الضفر اللي هو يعتبر الأشياء الزايدة على الضفر واللحم الميت الموجود على الضفر. عنا مادة مخصوص هي بيقولوا لها ريموفر كيوتيكل أو كيوتيكل ريموفر، هذه بدي هلأ حتى على الضفير، والبوشر اللي هو بيساعدني لنظيف حوالين الضفر. What do you mean? Oh, oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? يعني مثل ما شفتوا نحن عملنا عملية التنظيف وقصينا اللحمية كلها، هلأ صار ايدها نظيفة وضفرها نظيف، قصدي يعني الضفر وحوالي الضفر وكله. بس نخلص قص دايما مفروض نرجع نطهر نعقم الايد. المدام اللي موجودة معي عندها مناسبة الليلة، وأنا كأخصائية دايما بسأل أنه مثلا شو الألوان اللي بدك تلبسيها أو شو المناسبة عندك. يعني قالت لي اليوم عند عيد ميلاد صديقتها، يعني مناسبة صغيرة منا مناسبة كبيرة، والألوان اللي بدها تلبسها ألوان هادية. بقى نقينا اللي بيلبق مع لبسها وتيبها اللون الزهري الهادي. هلا لو عندها مناسبة تانية أو فرح أو مناسبة كبيرة أكيد يمكن مننقي لون شو بيناسب مع لبسها، يعني مع فستانها مع تسريحتها مع مكياجها. دايما لازم يكون في تنسيق بين الأظافر والمكياج ولبس التياب. الآنسة اختارت هيدا اللون. دايما دايما قبل ما نبلش نحط الطلاق اللون، دايما لازم مفروض نحط هذا الطلاق الترانسبارون اللي بنقوله اسمه باز، يعني هيدا اللي بيغطي الضفر بيحمي الضفر من اي لون طلاق، ما يحميه ما يدبغ كتير الضفر ومع الوقت يصفر.
gonna catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy, you're complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the بما انه الانسه قررت انه رح نبقى على طبقه وحده، يعني بنعتبر نحن خلصنا التثبيت ايدا الاظافير ايدا، وبعد في وشغله كثير مهمه انه بعد في اللي هو اخر كوش بنحطه طبقه شفافه لتثبت اللون، وعنده وظيفه ثانيه انه هو بنشف الطلق بقى. بعد في شغله رح نعملها. هيك نحن خلصنا عملية المانيكور، هاي بنسميها مانيكور كامل، نظفنا الضفر للتبنيه، نظفناه من اللحمية، حطينا طلق للمناسبة البسيطة اللي عندها الآنسة، وإذا خلصت وصارت جاهزة وصار فيها تكفي شعرها ومكياجها ولبسها، وتصبحوا على ألف خير. لأن هو يوم مناسب للفرح، ولازم تكون الابتسامة مشرقة، ولازم تكون أكو عناية خاصة للأسنان والابتسامة بصورة عامة. خلينا نشوف المشتركة أو المود اللي ويانا اليوم مش راح تكون أسنانها محتاجة. مرحبا، دكتور هاني من عيادة باربي للتجميل والليزر. اليوم عندنا حالة تبييض أسنان بالليزر، عندنا البيشنت في عندها مناسبة حفلة تخرج وحبت تبيض أسنانها قبل ما تروح على الحفلة. هلأ نحن حنستعمل طريقة التبييض بالليزر أوفيس بليتشينج، واللي بتتضمن جلسة من ساعة واحدة نستخدم فيها جل للتبييض مع جهاز الليزر. أوكي؟ طبعا اول شيء نحن بنبدا ناخذ لون السنان للمريضه، بنورجيها لون اسنانها، هذا لون اسناني بعد المرايه. هذا هو طبعا. هلا اعتمدنا على لون الاسنان، لون اسنان المريضه 2M2. اوكي، بدها تشوف النتيجه اللي بدها تحصل عليها. بس ارفعي لي المرايه شوي بليز، بده يصير اسنانك بهاللون. اوكي، هذه هي. هلا نحن ملاحظين انه الانياب عند المريضه فيهم لون اكثر من الاسنان الاماميه اللي بالنص، فهيدا بيستدعي انه نحن نبدا بعمليه التبييض من جهه الانياب. Saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? طبعا هلا بعدنا انتهينا من
تبييض الأنياب، حنباشر بتبييض باقي الأسنان. في ملاحظة صغيرة، إنه أي سن في عليه حشوة ضوئية، في عليه تغليف سيراميك زيركون فاسيت، ما بتشمله عملية التبييض، يعني ما بيتغير لونه، لأنه الميكانيزم تبعيت دواء التبييض ما بتأثر على المواد الاصطناعية، هي بس بتأثر على مينا الأسنان الطبيعية الغير مخدوشة. What I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. Cause you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know. طبعا هيدي هي النتيجة النهائية اللي أخذناها بعد عملية التبييض. المفروض المريضة أن تتابع عملية التبييض بالمنزل. بحب أقول شغلة، أنه مواد التبييض هي مواد خطرة على صحة الإنسان، ويجب عدم استعمالها إلا بإشراف طبيب أسنان مختص. شكرا. مشاهدينا، مثل ما نعرف انه حفلة التخرج هي مناسبة صباحية، ف يعني يكون هو مو ضروري كلش، بس انه حسب ذوق الفتاة هي نفسها. المهم انه يكون الميك اب مو ثقيل كلش ولا صارخ كلش، حتى تبين تقاسيم وجهها احلى، واكيد يبقى هو كل شابة واختيارها. خلينا نشوف الموديل اللي ويانا وشو نختاروا لها ميك اب مناسب لبشرتها. But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Can someone call a referee? Cause I just need one more shot. Have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. About once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Trying to get you back on me,
مشاهدينا مستمرين وياكم. الموديل اللي ويانا اليوم هي محجبة. مثل ما نعرف انه بعض المحجبات يحبون انه يطلعون عن طرق الحجاب التقليدية خصوصا بالمناسبات. خلينا نشوف الموديل اللي ويانا وش راح يختاروا لها لفة طرحة بسيطة تكون مناسبة لهذا اليوم. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? مشاهدينا بالحلقة السابقة كان اكو ويانا سؤال مثل ما وعدناكم انه راح تكون اكو قرعة للاجابات الصحيحة وراح نختار فائزتين، واكيد اكو سؤال ثاني ونسوي قرعته للحلقة الجاية. الموديل ويانا اليوم كانت واللي كانت على طول فقرات الحلقة اللي كانت خاصة بيوم التخرج، راح تسحب لنا اليوم القرعة وتطلع لي اسماء الفائزتين.
الفائزة ويانا الأولى طبعا هي جروح الماضي. جروح الماضي والفائزة الثانية هي حوراء حسين. شفنا الفائزة الأولى هي جروح الماضي والفائزة الثانية هي حوراء حسين. أكيد راح يراسلون البيج على الفيسبوك اللي هو باربي بيوتي سنتر حتى يأخذون موعد استلام جائزتهم. سؤال حلقتنا اليوم راح يكون: ما هو نوع الليزر المستخدم بعلاج آثار حب الشباب؟ نريد نعرف نوع الليزر اللي راح نستخدمه بعلاج آثار حب الشباب. طبعا الأجوبة الصحيحة راح نستقبلها على بوست ينزل على البيج وراح نسوي قرعة للأجوبة الصحيحة بالحلقة الجاية. شكرا لكم متابعينا ومشاهدينا اليوم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا اليوم ويانا واستفادتوا من حلقتنا.